عادي بنا وبأفعالنا تترجم رحمة الله على الأرض. موضوع وجوده في حياتنا اليومية أمر واقع، ولعل الله أوجدهم كي يتعظ الإنسان أنه أمام قدرة الله ضعيف وعليه أن يساعد أخيه الإنسان. أعزائي المشاهدين، في الحلقة السابقة أشرنا أن هيئة الأمم المتحدة عرفت ذوي الاحتياجات الخاصة بأنهم الأشخاص الذين يعانون حالة دائمة من الاعتلال الفيزيائي أو العقلي في التعامل مع مختلف المعوقات والحواجز والبيئات، مما يمنعهم من المشاركة الكاملة والفعالة في المجتمع بالشكل الذي يضعهم على قدم المساواة مع الآخرين. نعم، من خلال مساعدتنا لكل محتاج، وخاصة من هم من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يعانون من احتياجات خاصة فكرية أم جسدية، نستطيع أن نساعدهم لكي يندمجوا في المجتمع بشكل طبيعي. أعزائي المشاهدين، يسعدني عبر شاشة نور الشرق ومن خلال برنامج بين المفيد والمستفيد أن أطرح موضوع ذوي الاحتياجات الخاصة للمرة الثانية مع الأستاذة هادية جابر مرعي المتخصصة في علم النفس وتربية الأطفال، وهي أيضا مديرة مؤسسة شملان الاجتماعية، تولت إدارتها منذ سنوات عدة بنجاح وتقدم، وشاركت بعدة مؤتمرات محلية وعربية ودولية وأثبتت جدارتها في العمل الاجتماعي. أهلا وسهلا فيك للمرة الثانية استاذة هادية. أهلا فيكم باستوديوهات نور الشرق. شرفتينا. بدنا بما أنه هي الحلقة الثانية وحكينا بالحلقة الأولى عن مؤسسة شملان، بدنا نرجع نعرف شوي المشاهدين عن مؤسسة شملان لمحة عامة، ونحكي عن البرامج اللي كنا عم نحكي عنها بالحلقة السابقة. تخبرينا شوي بمؤسسة شملان، تعريفها، أهدافها، خدماتها، ونرجع نحكي عن البرامج وبرنامج التدخل المبكر اللي كتير يعني أثار جدل بهالمؤسسة. يعني هذا برنامج يعتبر من البرامج المتطورة كمنهج بالتعامل مع المعوقين أو من ذوي الاحتياجات الخاصة. بنرجع بنقول ما منا نقول عنه المعوقين، لأنه ذوي احتياجات خاصة وبفترة زمنية بتنتهي ممكن احتياجاتهم وبيندمجوا بالمجتمع وبيرجعوا لحياتهم العادية الطبيعية مثل كل إنسان. وبدنا نحكي كمان عن نادي العمر المديد، وبدنا نحكي عن المؤسسة كيف تستقبل داخليا وخارجيا، كيف تستقبل ذوي الإعاقات الخاصة، ذوي الاحتياجات الخاصة. تفضلي يا أستاذة هادية. مؤسسة شملان الاجتماعية فرع من فروع دار الأيتام الإسلامية. دار الأيتام الإسلامية اللي عمرها 104 سنوات، انطلقت بال 1917، وهي منظومة طوعية وطنية اجتماعية ومهمة إنسانية رعائية وتنموية ورائدة في العمل الخيري، رائدة وعازمة على الاستمرار بالعمل الخيري والمشاركة في ضمان الحقوق الاجتماعية وتنمية المجتمع والنهوض في هذا المجتمع. دار الأيتام الإسلامية خدماتها متعددة وشاملة، وتعمل مع الأيتام والحالات الاجتماعية الصعبة، الأطفال العائل لهم، والتدريب المهني، التعليم الغير نظامي للمتسربين دراسيا ولكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، الإعاقة الحسية والحركية والذهنية، بالإضافة لتمكين المرأة ودعم المرأة والنساء المطلقات والأرامل، منتشرة في كافة المحافظات اللبنانية، للتأكيد على خدمة أبناء الوطن وكل أبناء الوطن ودون أي تمييز، وعبر 54 مجمع ومؤسسة ومركز متخصصين بحسب خدماتهم واحتياجات المناطق الموجودين فيها. مؤسسة شملان الاجتماعية انطلقت سنة 1998 لخدمة ذوي الإعاقة الذهنية، قدمت كل البرامج التعليمية والتدريبية والتربوي التأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية عبر منهج متخصص لهذه الفئات، وقدمت التدريب المهني المتخصص ومشاغل مهنية متخصصة واختصاصات متعددة، بالإضافة للبرامج الأسرية والعون الاجتماعي والتوجيه والتدريب والمتابعة بعد التشغيل، بالإضافة لبرامج التنمية المجتمعية اللي تتشارك فيها مع الفعاليات وهيئات المجتمع المحلي ومحيطة،
وعندنا نادي ما خصه بخدمة أشخاص ذوي الإعاقة، نادي لكبار السن، نادي العمر المديد. هو نادي اجتماعي ترفيهي ثقافي لكبار السن، للمتقاعدين، وهو لتنشيط خبراتهم، للتأكيد على دورهم الاجتماعي الكبير، رغم أنه هن طلعوا فوق السن وطلعوا تقاعد، ولكن ما انتهى دورهم الاجتماعي والإنساني. صحيح. فبالتالي هيدا نادي فعلنا أدوار كبيرة كبار السن، وعملنا نشاطات ترفيهية واجتماعية. أنا بدي أشير بس أنه هذا النادي، هي عادة هيدي الخدمة موجودة بمؤسسات دار الأيتام الإسلامية، موجودة خدمة متكاملة عبر خدمة العمر المديد اللي فيه ببيروت نادي وسكن اجتماعي، خدمة متكاملة. ولكن ارتقينا كمؤسسات موجودة خارج بيروت وبالمناطق انه نقدر نعمل هذا النادي لكبار السن. يعني. نعم، لانه نادي نهاري يعني اجتماعي، نشط حياة كبير السن، نخلق هالعلاقات الاجتماعية جديدة فيما بينهم. ولقيت استحسان، رغم انه اخذت وقت شوي، لم تعرفوا حضراتكم انه ابناء الريف، ابناء الجبل، المناطق القرى الجبلية، الكبير السن غير ابن العاصمة، يعني اللي يمكن كبير السن بالعاصمة منفسه النادي أو القهوة. صح. بالمناطق الجبلية منفسه الزراعة، الزراعة، الوجبات الاجتماعية، الأفراح والأكراه وغيرها، حياته مع أولاده يمكن بشوفها أكثر من حياة اجتماعية مختلفة. نعم. ولكن عودناهن ورجعنا رسخنا هاي الفكرة شوي مع هالنواة اللي بلشت معنا بالنادي، ومننظم لهم نشاطات وبرامج وفق احتياجاتهم، رغباتهم، هني شو بحبوا. فأكيد نشاطات ترفيهية، ثقافية، صحية، توعوية وغيرها. كتير حلو. حكيتي شوي عن دعم المرأة. نعم. والمطلقة، بس بدنا نعرف أكثر، يعني لما توصل لعندكم سيدة مع ولد من ذوي الاحتياجات الخاصة، إن كيس في عندها بعد غير أولاد ولا لا، كيف بيتم التعامل معها؟ نحن بكل الأقسام الموجودة بالمؤسسة، يعني نحن اللي بنقول بنشتغل رعاية داخلية ونهارية خارجية ورعاية أسرية ورعاية مجتمعية، بنوفر كل أنواع هذه الرعايات، وبنوفر كل الخدمات والأقسام لنقدر نلبي الطفل وأسرته وبيئته الحاجة اللازمة. نحن أقسامنا موجودة بالصفوف التعليمية والتدريبية، بالتدريب المهني، المشغل المهنية، العلاجات المساندة اللي كل معالج يلبي حاجة الطفل أو أسرته بما يلزم، إن كان العلاج الانشغالي، علاج تقويم النطق واللغة، العلاج النفس حركة، الأخصائي الاجتماعي والعلاج النفسي، لنقدر نوفر احتياجات الطفل وأسرته. فهذه الأسرة اللي بتجي لعنا يمكن يكون عندها احتياجات، إذا كانت المرأة، المرأة مطلقة، يمكن أرملة، إذا كان في، يعني أنتوا بتدعموا الأسر الأكثر فقرا. نعم. يعني إذا كان في حاجة اجتماعية مادية وفي عنا كيس من ذوي الاحتياجات الخاصة، هون كيف بيتم التعامل معها؟ رح يكون هي أيضا بالداخلي مع الولد، رح يتأمن لشغل، يعني الحياة اللي بدها تعيشها كيف بتكون؟ نحن منوفر أكيد بالدرجة الأولى واجباتنا الأساسية نكون عم نوفر الخدمة اللازمة للطفل. منوفر الخدمة اللازمة للطفل، وبناء لا أكيد في بحث اجتماعي، تحقيق اجتماعي يعد من قبل الأخصائي الاجتماعي ببداية مرحلة القبول، تدرس ظروف الأسرة، وعلى أساسها منبلش نحدد احتياجاتها ومنحط الخطة اللازمة للتدخل الأسري مع هذه الأسرة. إن كانت المرأة مطلقة أو أرملة، أو إن كانت أسرة كاملة، يعني من الزوجة والزوج والأولاد، أفراد الأسرة. فمنوضع هذه الخطة ومنحط البرامج اللازمة، إن كان من ناحية الدعم النفسي الاجتماعي للأسرة، وإن كان حتى الأبناء إذا بحاجة نكون عم ندعمهم ونزودهم، الأخوة بكيفية التعاطي مع خيهم اللي عنده حالة خاصة. صح. فبنفس الوقت منوجههم لبعض الورش، منعد ورش وحلقات تثقيفية حول كيفية التعامل مع أبنائهم، حول كيفية تنمية قدراتهم ومهاراتهم، كان حتى الأم أو الأب، النفسية والثقافية. نعم نعم. فمنقدم مختلف الحلقات التثقيفية والتوعوية لإلهم، ومنوجه الأسرة أيضا خلال هذه الورش والحلقات والبرامج التوعوية، منكون عم نوجههم حول كيفية تنمية إنتاجيتهم. يعني حتى مندخل أحيان حتى بإدارة الترشيد
بقلب العائلة كيف لازم يشتغلوا عليها، خاصة لمن يكونوا أسرة متواضعة جدا بإمكانياتها الاقتصادية. صحيح، يعني في مساعدة كمان بتكون من خاصة بالشغل بالعمل توجيهي لإله. نعم، حتى عم ننظم دورات تدريبية ببعض ورش عمل. الورش، ودورات تدريبية بالإنتاج، يعني التدريب الحرفي لبعض السيدات، إن كان أمهات أبنائنا وإن كان سيدات من مجتمعنا المحلي من محيطنا. نعمل دورات تدريبية مهنية معجلة من لأنه مكثفة وأوقاتها مش طويلة، لا يعني ندربهم على الحرف اللازمة ليصير عندهم هذا الإنتاج. نعم، تيصيروا قادرين يكونوا منتجين. نعم. طيب حكينا بالحلقة السابقة عن برنامج التدخل المبكر. اليوم أنتوا لما تعرفوا أنه في ولد عنده احتياجات خاصة خلقان بهاي الأسرة، بتتخبروا عنه إما عن طريق الطبيب اللي بيكون هو مشرف على الولادي، أو من خلال جمعية، ممكن نعتبر الجمعية بتعنى بهذه الشؤون. الإكيب اللي بيزور البيت، هيدا الإكيب من كم شخص بيتألف؟ مين بيكون معهم معالج نفسي؟ يعني الإكيب، إذا فينا نقول التيم وورك تبعكم، كيف بتجهزوه وكيف بيتعاطى مع الأهل بهالحالة اللي بيكونوا هن اوريدي أخدين صدمة بوجود هيك طفل؟ يعني مش كل الأهل عم يتقبلوا أكيد وجود أطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بعائلتهم، بيكونوا ناطرين ولد بصحة كاملة متفاعل معهم، بلش يمشي بسرعة، بلش يحكي بسرعة، بيتفاجئوا إنه الولد مأخر بالمشي، صحيح، مأخر بالحكي، ممكن يكون في عنده كمان إعاقات ذهنية، فبصير في رفض بالبداية نوعا ما. صحيح. ايه. صحيح صحيح. برنامج التدخل المبكر، نحن بالفعل كانت دار الأيتام الإسلامية هي السباقة ومن أوائل المؤسسات بلبنان اللي اشتغلت حول هذا البرنامج. كان هدفنا أنه فعلا أمن التدريب اللازم للطفل، وبنفس الوقت التثقيف والتدريب والتوجيه اللازم. صحيح. للعائلة وخصوصا الأم. هذا البرنامج هو عبارة عن الزائرة الأسرية الهوم فيزيتر اللي بيتم أو تخضع لبرنامج تدريبي متكامل. وهذا البرنامج التدريبي بالماضي أول ما بلش وإجوا على لبنان وأبدت استعدادها دار الأيتام أنه تخضع لهذا التدريب، المجلس العربي للطفولة التنمية والطفولة هو اللي قدم هذا التدريب. ففي دورات تدريبية تخضع لها الزائرة الأسرية، تتوجه للأسرة وعلى أساسها كمان تدرس الحالة وبينعمل اختبارات اللازمة للطفل والتحقيق الاجتماعي اللازم للأسرة، وعلى أساسها ببلش الشغل من قبل الزائرة الأسرية بشكل مباشر. ولكن تباعاً مع العمل مع هذه الأسرة كمان هون تسجل وترصد الاحتياجات اللازمة، وعلى الأساس يتم التنسيق مع الفريق العلاجي الموجود بالمؤسسة. يعني مثل ما ذكرنا ملف. نعم. للطفل وللأهل. نعم. وبتنقل وجهة نظره أو اللي بتشوفه على الأرض لفريق العمل المختص. صح. الفريق العلاجي الموجود حسب، لأنه عندنا مجموعة من الأخصائيين بالعلاجات اللازمة، بيكون عم بينرصد أنه إذا هذه الأسرة يجب المعالج هون أن يتدخل معه بيتدخل، إذا كان المعالج النفسي بحاجة أنه يتدخل لدعم الأسرة من النواحي النفسية لدعمهم أكثر، لأنه ما ننسى مثل ما تفضلتي حضرتك وقلتي في عملية الرفض بالبداية. صحيح. أو مثل ما ذكرت يعني بالنهاية شوي نرجسية الأهل تؤثر يعني شأن أم أبينا بالبداية، فبصير في شوية هالصراع أو عدم التقبل. صحيح. ويمكن أحيان بيكون في رفض غير معلن، رفض ضمني. نعم. صح. فبالتالي بيمرقوا بعدة مراحل الأسرة ليوصلوا لمرحلة التقبل. فهذه المراحل هاي اللي هي من مرحلة لأخرى نحن منكون عم نواكبهم فيها وعم نسندهم ومندعمهم وفق البرامج اللازمة والتدخل اللازم مثل ما ذكرنا، لا نوصل لمرحلة هذا التقبل الرضا، وبل بالعكس الإيمان بقدرات الطفل. صح. لنقدر نساعده ونتساعد كلنا سوا كمؤسسة وأسرة، منوحد أهدافنا وتوجهنا لنقدر نطور الطفل. هذا التقبل بيعتمد على أهل مثقفين أو عندهم وعي وإدراك للحالة اللي موجودة عندهم. لما ما يكون في عندنا هذا التقبل، هل هو نتيجة عدم يعني عدم شو بدنا نخبر شو بدي أسأل عدم تحضير المجتمع أنه في حالات لازم نتقبلها؟ صدقيني إذا بدنا نحكي يمكن هي مش مقياس. عدم التقبل ليس حصرا فقط بالأسر الغير مثقفة أو غير واعية،
أكيد بالدرجة الأولى طالما الإنسان لا يملك المعلومات اللازمة عن موضوع معين فبالتالي هو بيجهله، يعني ما بيعرفه فما بينلام، فأكيد بتوقع مسؤولية كبيرة على مجتمعنا وعلى السياسة الاجتماعية بالبلد والسياسة الصحية بالبلد، لأنه السياسة الاجتماعية والصحية ما كانت بالماضي ناشطة كتير لتوفير هذا الوعي المبكر. وكمان ما ننسى يعني إذا بدي ردها بردها حتى للأسرة لمراحل التحضيرية لما قبل الزواج، صح، وبعدين يعني للدراسة التربية الاجتماعية، قبول الآخر، صحيح، في قبول الآخر، في مدى الانفتاح، صح، في مدى التعاون، في تحضير الشاب والصبية لمرحلة ما قبل الزواج، تكوين أسرة، الإنجاب وغيره. وفي بنفس الوقت بعدين لمن بيخلق هالطفل ما ننسى مين ما كان يكون، حتى الأهل المثقفين وحتى المدركين، لا شك أول شيء هاي النوع من هذه يعني إذا بدي سميها صدمة أو رفض أو شيء بدها تحصل، يعني يمكن تختلف صعوبتها ودرجاتها بين أسرة وأخرى، هون بتختلف وحسب الإيمان والرضا. أكيد أكيد، فهون بيلعب دور المساندة والدعم، المؤسسات، هون المؤسسات المتخصصة اللي يجب أن تكون موجودة بجانب الأسرة، الطبيب المتخصص اللي لازم يكون موجود بجانب أسرته، أيضا كمان الأطفال، وليس فقط حديثي الولادة، الأطفال اللي بيلتحقوا بالمدارس، يعني إحنا بنعرف بالسنوات الأولى بالطفولة مرحلة ما قبل المدرسة أو البري سكول بيفوتوا على المدارس، كمان هون دور المؤسسات التربوية قد يكون عندها هذا الإلمام وكيفية القدرة على رصد هذه الحالات بأنها تحتاج لمتابعة متخصصة ولو كانت ضمن حضانات دامجة، ولكن تتطلب المتابعة المتخصصة. المتابعة المتخصصة اللي بتصير من قبلكم ترجع بتروح على المدرسة بعد عملية الدمج بمؤسسة يعني؟ ايه، بمؤسسة شملان الاجتماعية لأنه نخدم ذوي الإعاقة الذهنية. الدمج التربوي لا، ما في دمج تربوي، لأنه الإعاقة الذهنية تحديدا إمكانياتها وقدراتها ربطة بالنظام التربوي الموجود بالبلد، مشان ما حدا يفهمني غلط، ربطا بالنظام التربوي الحالي اللي موجود لغاية الآن بالبلد لا تستطيع هذه الفئة أن يتحقق الدمج التربوي معها بالمدارس، لأنه المدارس بعد ما عندها لا الفريق العلاج اللازم ولا في تكييف وتعديل للمناهج التربوية لتتلائم مع قدرات ذوي الإعاقة الذهنية. لهالسبب هن موجودين ويجب أنه هلأ يكونوا بعدهم مستمرين بمؤسسات متخصصة لتعليم وتدريب ذوي الإعاقة الذهنية مثل مؤسسة شملان الاجتماعية ومن أمن لا، ولكن بالمقابل منشتغل والأولوية والجزء الأكبر من كل أعمالنا التأهيلية هي الدمج الاجتماعي. صحيح. لهالسبب عندنا برامج خاصة بالتربية على الدمج نشتغلها ليس فقط على أبنائنا داخل المؤسسة وعلى أسر وضمهم بقيتهم، نشتغل على مجتمعنا المحلي، محيطنا، محيط المؤسسة. اشتغلنا لسنوات عديدة ومنذ انطلاقة مؤسسة شملان اشتغلنا على محيطنا بكل هيئاته وفعالياته لنشتغل على تقبل الآخر، تقبل الاختلاف، تقبل ذوي الإعاقة الذهنية والإيمان بقدراته. والحمد لله وصلنا لمطرح انه تشاركنا نحن وهيئات هذا المجتمع المحلي اللي كان جدا حامل معنا وتشارك معنا بهذه القضية الإنسانية ودعمنا بهذا العمل، وصرنا نتشارك بأنشطة ومهرجانات عديدة كبيرة بالمؤسسة وعلى صعيد المنطقة كلها، إن كان من نوادي، جمعيات، روابط شبابية وليس فقط جمعيات نسائية ومؤسسات، مدارس تربوية ورسمية وخاصة يتشاركوا معنا بهذه الأنشطة والمهرجانات الدامجة. صحيح. أعزائي المشاهدين رح نشوف شوية صور عن مؤسسة شملان لتعرفوا عليها أكثر. عم نشوف صور لذوي الاحتياجات الخاصة الأطفال اللي هني عم يرقصوا بالمهرجان التراثي. نعم، مرق معنا صور مهرجانات تراثي دامج، مثل ما قلنا ضم العديد من هيئات المنطقة، مرق معنا الماراثون الدامج اللي هو كانوا كبار وصغار وتلاميذ المدارس وأشخاص ذوي الإعاقة عم بيركضوا، مرق معنا مهرجان بلدي حلو كان مهرجان شارعي كمان شاركت فيه كل هيئات المنطقة، كان في أنشطة دامجة عديدة، أولادنا كانوا عم بيقدموا
نشاطات ولوحات فنية رائعة، حتى قدموا مشهدية مسرحية متكاملة عبارة عن 50 دقيقة من حوار وسيناريو ومسرح ومشهديات وفولكلور دبكة، كل شيء. كانت عمل مسرحية متكاملة رائعة تقدمت روعة. بالمنطقة من إعداد وتدريب وإخراج الفنان هشام خداج، وكانت بحضور وقت وزير الشؤون الاجتماعية. صحيح، بنشوفهم حتى عندهم فرح ودمج، يعني حياتهم عادية كأنهم أطفال عاديين، ما عندهم هالشعور إنه هني مختلفين. رائعين وبكل يعني بكل طاقتهم وتفاعلهم بقدموا أعمالهم. صحيح، بكل سعادتهم إذا فينا نعتبر. نحن بس كنا بدنا نوجه مفروض بالبداية الحلقة بدنا نوجه تحياتنا لدكتور خالد إباني محفوظ الألقاب، اللي هو قاضي في مجلس الدستور سابقا ووزير سابق، اللي هو المدير العام والمؤسس لدار الأيتام الإسلامية. وبدنا نشكركم لأنه في عندكم برنامج التدخل المبكر، اللي للأسف لازم تكون الدولة هي عم تكون راعية كل مواطنينا، وخاصة بهالظروف الصعبة. يعني نشوف لما نكون في ظروف صعبة لازم تكون الدولة موجودة والمؤسسات موجودة. عم بيكون في غياب تام للدولة ولوزارة الشؤون الاجتماعية بهذا المجال إذا فينا نقول. نعم، ونحن بدورنا التدخل المبكر. نعم، ونحن بدورنا عم نطالب أنه تكون الوزارة الشؤون عم بتخصص بعض المساهمات للعمل مع الطفولة المبكرة ومع الأسر، ولكن يمكن للأسف كان في هيدا التوجه مؤخرا، ولكن الأحداث اللي صارت والأزمات اللي صارت بالبلد عوقت. صحيح، نحن بدنا نتوجه للمشاهدين للرأي العام أنه المؤسسات اللي بتعنى بذوي الاحتياجات الخاصة مثل مؤسسة شملين، دار الأيتام الإسلامية بشكل عام بكل فروعها، بحاجة للناس اللي تساعد وتقدم مساعدات مادية. وطبعا أكيد الأشخاص اللي هني عندهم اختصاصات اللي بيحبوا يكونوا فولنتير بهيك مؤسسات كمان مفتح لهم الباب. نعم. ولكن وخاصة هلأ بعيد الأضحى اللي جاي قريبا، يعني في مستلزمات على المؤسسات وفي حاجة للأطفال إنه يعيشوا فرحة العيد. هيدي بترتكز على العمل الخيري، إذا فينا نعتبر 70% من عمل كمالة المؤسسة تقف على إجراء، يعني تكمل. صحيح، نفقاتها. اسمحي لي أني أذكر أرجع شوي يمكن معاناتنا، لأنه يمكن حلقة الماضي ذكرنا، بس يمكن في ناس تكون عم تشاهدنا اليوم وما قدرت تابعت الحلقة السابقة، معاناتنا الكبيرة بهالأزمة المالية والاقتصادية والاجتماعية اللي قطعت، وبلس أكيد جائحة كورونا، ولكن الانهيار الاقتصادي اللي وصل له البلد. نحن أمام أزمة كتير كبيرة. صحيح، النفقات جدا عالية، ولكن بالمقابل مساعدة وزارة الشؤون الاجتماعية اللي بتدفعها، يعني مساهمة العقود للأسف اللي هي بعدها سعر كلفة 2011، ما اندفع بعد لغاية الآن مع كل الانهيار لليرة اللبنانية، ما اندفعت بعد 2020، فبالتالي فقدت قيمتها الشرائية. بالمقابل نحن كانت تشكل 30% مساهمة الوزارة، ما بقى بتشكل شيء. 70% كانت من تبرعات المحسنين وأهل الخير، فبالتالي كمان أيضا عم بيواجهوا صعوبات، ما بقى عم بيقدروا يحصلوا على أموالهم. وأيضا باللقاءات الاجتماعية جائحة كورونا يعني ما عاد قدرت وفرت كتير. صحيح. لهالسبب ونحن تعودنا سابقا، يعني من انطلاقة مؤسسة شملين تعودنا أنه نحن من ضمن هذا النسيج الاجتماعي بالمنطقة قضاء عليه، نحن ضمن هذا التنوع الكبير الحلو، نحن نؤمن بهذا التنوع الموجود بوطننا لبنان، التنوع الغني بالمنطقة، فبالتالي تعودنا أنه نتشارك كلنا سوا بوجودنا بالمؤسسة، وخاصة نرجع منقول مؤسسة شملين ودار الأيتام الإسلامية هي مؤسسة وطنية، فبالتالي نتشارك جميعا بالمناسبات الاجتماعية والدينية كلنا سوا. أحيينا، عملنا احتفالات وأنشطة بمناسبة عيد الميلاد، عملنا بمناسبة الصوم بعيد الفصح، رجعنا عملنا هيك افطار تكريمي برمضان. صحيح، دار الايتام الاسلاميه وكانت تضم كل اللبنانيين هي لخدمه كل ابناء الوطن. صحيح. فعلا. لا، مؤخرا صرنا ننظم العشاء الخيري بمناسبه عيد الاضحى لنكون عم نفتح الابواب ونشجع اكثر الناس على العمل الخيري، فان شاء الله يا رب، لانه نحن قلنا سنتين للاسف بالظروف اللي صارت بالبلد ما قدرنا ننظم عشاء الاضحى. صحيح.
فكنا نستضيف أبناء الخير وأصحاب الأيادي البيضاء ليكونوا مشاركين هذا العشاء ويدعموا المؤسسة. نتمنى من كل أصحاب الأيادي البيضاء، من المحبين المغتربين الجالية اللبنانية، صحيح احنا من الناس المغتربين بهالوضع هيدا، نعم. نتمنى أن يكونوا عم بيساندوا مؤسسة شملان الاجتماعية لنقدر نستمر. بدنا نقول أضحى مبارك لكل اللبنانيين ولكل أهالينا والداعمين لمؤسسة شملان الاجتماعية ولكم أيضا، ونتمنى أنه نقدر نستمر لأنه بدعمهم بتعاونهم معنا بوقفتهم جنبنا بنقدر نكفي رسالتنا الإنسانية اللي هي رسالة إنسانية لكل أصحاب الحاجة. صح. نحن وقتنا تقريبا خلص، نتمنى لكم الاستمرار، نتمنى القدرة على الاستمرار بالوضع الحالي، وشكرا كثير على حضورك. شكرا لدار الأيتام الإسلامية على عملهم وعلى أولى مؤسسة شملان الاجتماعية. أعزائي المشاهدين، على أمل كل الأيام الجاية تحملنا كل الخير وتقدرنا على فعل الخير للمغتربين، لألكم لألنا. نحن منقول أنه ذوي الاحتياجات الخاصة هن بيتعلموا وبيفرحوا وبيعيشوا أحسن وبيكونوا مرتاحين أكثر بمؤسساتهم اللي بتعتمد على مساعدتنا لإلهم، وبيقدروا يتعلموا لما نحن منساعدهم. بودعكم على أمل نلتقي بموضوع جديد وحلقة جديدة. الله معكم.